من ضمن الأسئلة إزاي بسحب الفلوس من ويسترن يونيون؟ أول حاجة بتعرف إزاي إن الفلوس وصلت وبروح أسحبهم منين؟ أول حاجة المرسل بيبقى معاه رقم الحوالة اللي هو بيكون مكون من 10 أرقام جنب بعض، الرقم ده سري ما ينفعش إنه يتم تداوله لأي حد، بيتلنكوا بحاجة تانية هو الرقم الراسي ليه، فأنا اسمي مصطفى كذا كذا عطية، فهتلاحظ لازم بكل التفاصيل دي معايا الاي دي او البطاقه بتاعتي او الباسبور ومعايا الرقم ال 14 دول، بدخل على موقع ويسترن يونيون اللي هو بتابع الحواله بحط الرقم ده فبيقول لي بس انها وصلت او ترانسفيرد او اتحولت، فانا بروح اسحبها في اي حد. بروح لفروع اي باج، ممكن تروح فروع اي باج اللي هي بتبقى فروع فقط ويسترن يونيون، او بتروح مثلا البنك الاهلي، بنك مصر، البنك العربي الافريقي، دي بنك اسكندريه، في بنوك كتيره جواها ويسترن يونيون. انا بميل اكتر لفروع اي باج علشان بيدوني دولار، فلو انت رحت هناك بتروح بالرقم ده بتعمل الاستماره ومعاك الاي دي، بيبص على الرقم بيدخله موجود مع الاي دي، اتاكد ان الاسم موجود بالظبط، يعني لو كذا 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 اسم الرباعي يتكتب اسم رباعي في التحويل عشان تكون الدنيا كويسه. الحواله عاده بتسمع خلال 6 ساعات او لزياده الضمان بعد 12 ساعه هتكون سمعت وتقدر تسحبها من نظام اي باك، وهتبقى فيه استماره انت بتملاها وانت واقف، بتملى اسم الراسل، البلد، المبلغ كام، وسبب التحويل، والاربع خانات بتختار واحده، وكود التحويل للراسل هيعرفه لك، واسم ورقم تليفونك وايميلك، وبيراجع بس على البيانات بتاعتك. لو عاوز تتاكد مره ثانيه ان الكود اللي بعته لك صح والحواله بعتها، تدخل على ويسترن يونيون على الويب سايت بتاعه واعمل تراك او متابعه للتحويل، وهتكتب اسم الكود وهتلاقيه بالنسبه لك اتحول، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.